تنزيلا للتوصيات المنبثقة عن اللقاء التواصلي الذي ترأسه عامل إقليم برشد السيد نور الدين أعبو المنعقد خلال بداية هذا الأسبوع بمقر العمل، قام المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببرشد رفقة رئيس المجلس الجماعي السيد عبد الرحيم الكاملي بزيارة تفقدية مفاجئة لمجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية بالمدينة لتحديد الحاجيات بخصوص الصيانة والتأهيل. بناء على اللقاء التواصلي اللي دار السيد العامل مع رؤساء الجماعات في هذه الايام، اليوم قمنا بواحد لقاءات في بعض المدارس اللي باش نشوفوا الحاجيات ديالهم ونشوفوا المشاكل اللي تعيشوا فيها بعض المدارس، لا من مراحيض لا من الاقسام لا من الاكتظاظ لا من اي وسميتو. احنا كجماعه يدنا ممدوده للساده المديرين والسيد المدير الاقليمي اللي حتى هو باغي يدير واحد المجهود كبير في هذا الاقليم هذا وعاطي واحد الاهميه كبيره، كنشكره من هذا المنبر حتى هو على المجهودات ديالو، السيد العامل كذلك يعني حتى هو مبدل واحد المجهود كبير، وحنا كذلك كمجلس رحنا غادي نبدلوا حتى حنا واحد المجهود، لان الشباب ديالنا خصنا يكون في مستوى عالي وتكون مدينه برشيد قدوه ان شاء الله، لا في التعليم ولا في الثقافه ولا في مستوى عالي ان شاء الله. اذا حنا ما كنبخلوش عليهم وغادي نديروا واحد المجهود كبير اللي ان شاء الله نوصلوا للاهداف ديالنا تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله. وشكرا. الجوله اليوم اللي درنا مع السيد رئيس مجلس البلديه برشيد كانت في اطار الحمله اللي كتدشنها المديريه الاقليميه المدرسه مسؤوليه الجميع تنزيل التوصيات الساميه لجلاله الملك على اساس ان كل الشركاء يتحملوا المسؤوليه في تاهيل المدرسه. اليوم كما البارح في قصبه المشيش، كما السبت في ولاد حريز، اليوم في برشيد كانت مع السيد رئيس مجلس البلدي والمهندسين ديال المجلس البلدي على اساس انه يقوم بواحد مجموعه الاصلاحات والتدخلات من اجل تاهيل المدارس داخل البلديه. ومن هذا المنبر كنبغي انني نجدد الشكر لجميع اعضاء المجلس البلدي، السيد الرئيس بالخصوص، ولجميع رؤساء الجامعات اللي كيتعاملوا معنا من اجل تاهيل المدرسه باقليم برشيد. ايضا الشكر موصول السيد العامل على الدعم المتواصل، لانه المخرجات ديال الاجتماع الاخير اللي تراسه السيد العامل هذه من المخرجات ديالو هو هذا تجند جميع الفاعلين التربويين الجمعويين السياسيين المنتخبين من اجل المدرسه في برشيد. شكرا جزيلا. وكان عامل إقليم برشيد خلال اللقاء الأخير قد أكد عن أهمية مشاركة الجميع للنهوض بالقطاع، كون التعليم قضية تهم الكل والتي من شأنها أن تساهم في تجاوز مشاكله على المستوى الإقليمي وحتى على عقد لقاءات تواصلية محلية بإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين.